مع إعلان توقف المفاوضات بين طرفي الأزمة في السودان، تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتستمر معاناة المدنيين وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية وسط مخاوف من اندلاع أزمة غذاء حادة وتدهور الأوضاع الصحية في مناطق الاشتباكات. في ظل هذا المشهد الإنساني المحتدم، يبحث المراقبون عن دور أوروبا الغائب منذ اشتعال المعارك في منتصف إبريل الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم. ومع طول أمد الأزمة وغياب ملامح التسوية والحل بين الطرفين، تطرح التساؤلات حول الدور المتوقع من أوروبا الأيام المقبلة، لا سيما وأن الحكومات الأوروبية اكتفت بعمليات إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها دون الانتباه لدورها الدولي لاحتواء الأوضاع الراهنة في السودان. تصريحات المسؤولين الأوروبيين اقتصرت على دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، وأظهر الاتحاد الأوروبي تأييده للمبادرات والهدن الإنسانية التي تم طرحها منذ بدء الأزمة، داعياً جميع الجهات الفاعلة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عرقلة عمل المنظمات الإنسانية وضمان سلامة المدنيين.